إذا قال قائل قال السلف، فمن هم هؤلاء السلف؟ السلف هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم واتبع طريقتهم. وبالتالي فإن هذه الكلمة إذا قيلت على وجه الإطلاق لا يمكن أن يفهم فاهم إلا أنهم السلف المحمودون الممدوحون. فإذا قيد بقول غفر الله لهم أو رحمهم الله فهذا من باب التأكيد، ولو لم يؤتى بالمغفرة والرحمة فإطلاق كلمة السلف تعني هؤلاء، ونسبة قول أو فعل إلى هؤلاء بهتانا وزورا هو إساءة للدين، أو نسبة شيء من الكلمات التي تخل بالمروءة أو التي تمجها الأسماع فإن في هذا إساءة لشرع الله عز وجل، لأن الإساءة لهؤلاء ولو كان على سبيل الضحك والتنكيت والدعابة من الخطورة بمكان. فهؤلاء هم السلف، يجب أن يعرف قدرهم. أما أنه لم يبق إلا أن ينسب إلى السلف أشياء تمج أو أشياء من الخرافات أو كذب وما شابه ذلك، فإن في هذا خطورة على القائل. وبالتالي فإن على المسلم أن يحذر مما يقول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما أن يسير الإنسان حيث سار الناس عليه في وسائل التواصل أو ما شابه ذلك فإنه يجني على دينه. بعضهم قد يتكلم بالكلمة يظن أن الأمر يسير، وهذا خطير. لم يبق إلا سلفنا أن ينسب إليهم ما لا يليق. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في المسند وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يظن في ظنه أنها ما تبلغ ما بلغت، يكتب الله سخطه عليه بها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك القوم، ليضحك القوم يقع بها أبعد من السماء. وإن كان الحديث فيه ما فيه من الضعف إلا أنه مؤيد بالأحاديث السابقة، وهو مؤيد بحديث معاوية ابن حيدة كما عند أحمد والترمذي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب في الحديث ليضحك القوم، ليضحك القوم، ويل له، ويل له. هذا هو قدر السلف، يعني يضيع الدين لو طعن في السلف أو أنه نسب إلى السلف مثل هذه البذاءات، وفيه خلط للحق بالباطل. فليتق الله عز وجل هؤلاء، ولتتقوا الله عز وجل يا هؤلاء.